أعزائي، الهلال بيتوج بالسوبر السعودي على حساب نادي النصر وبيكسب 4-1 تقريبا كده. الهلال عمل عقدة لكريستيانو رونالدو من ساعة الماتش اللي هو بتاع كاس العرب ده اللي ساعتها النصر كسب فيه، ومن بعديها للأسف ما بيشوفش حاجة من الهلال. يعني من وجهة نظري شايف ان مفيش منافس في الدوري السعودي كله يقدر يلاعب الهلال. الهلال منظومة ولاعبين ومدرب وكيان بشكل عام مرعب بكل ما تحمله الكلمة من معنى. يعني بصراحة انا اصلا ما اتفرجتش على الماتش، وانت بقى كده جيب الموضوع خاص واعمل عنه رد فعل. انا تعالى نشوفه مع بعضينا، بس تمام تيجي مش تعمل لايك. يعني عايز دلوقتي حالا تكسر زر لايك في السريع، لو مش عامل اشتراك تعمل اشتراك حالا، شكل بقى عليك تفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك اي فيديو جديد. يلا بينا يلا عم تعالى نشوف الهلال والنصر، نشوف الرباعيه. مش فاهم، بيقولوا ان امبارح النصر كان متقدم 1-0 وبعدها الهلال عدل النتيجه وبعدها جاب 3 اجوان تانيين، ده كله في 19 دقايق. بعد خلينا نشوف. طبعا الهلال هنا ميشيل بيلعب سافيتش متروفيتش ميشيل يخرب بيتك يا ميشا، ومالك مسالم الدوسري وسعود. سعود خلاص اللي بيقول هيسيب الهلال وهيروح نادي روما. سميشا ميشيل او يا سافيتش، سافيتش كان عايز يعملها بكعب رجليه. ماشي مش عارف المعلق كل شويه يتغير ليه، مش فاهم. سعود طبعا ما دخلت على الفيديو لايك سبسكرايب شير الثلاث حاجات، عايزين يا جماعه نوصل الفيديو لحد 1000 لايك اما نشوف جمهور اللي انا اللي يعملها ولا لا. اوه يخرب بيتك يا تليس، الحق عليك تليس كان هيجيبها في نفسه. غريبه قبل المباراه بان ممكن سعود عبد الحميد ما يبدا، ممكن مالكم ما يبدا، ممكن تاليسكا ما يبدا. اكيد ان الجميع ينتظر ايضا صفقه، هنا تاليسكا بيلعب. سبحان الله ده مين ده؟ كولوبالي. يا ساتر يا كولوبالي، يا ساتر يا كولوبالي على التدخل. تدخل يديك كارت احمر فيها دي. هنقدم كده الحته دي. لا يا فيها كارت اصفر مش انذار، كارت اصفر عادي. بالنسبه لياندرسون تاليسكا غياب كان له تاثير ايضا على المجموعه وايضا على اداء النصر بشكل تاليسكا. هنقدم كده الحاجات اللي بتقف دي. هنا اوتافيو، اوتافيو الحق رونالدو عايز ضربه جزاء. بونو راح فين يا بونو؟ الله يصلح حالك يا بونو، الحق الحق بونو طالع بالكره فين؟ رونالدو ماله يا جماعه؟ رونالدو ضرب يعني ضرب. حسان تمباكتي، لا 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 ما فيهاش حاجه يا رونالدو، ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش اي حاجه، شوف اللعبه شوف هذا السقوط، ما فيهاش حاجه. لا يطلب من كريستيانو الوقوف، ايمن يحيى بينزلها، ايمن يحيى في ماسك بس مش لدرجه انك انت توقع نفسك بالافاره دي بصراحه. هنا الجماهير سعود، اوه يا سعود ساديو ماني حطها لرونالدو. تاليسكا، لا ده انت لعيب تعبان يا تاليسكا، لعيب تعبان والله بجد. يعني ده رونالدو كان رايح انفراد. ماشي هي عمالة ديت اسوأ حاجة في النصر، حتة اللعيبة بتلعب بطريقة فردية غريبة جدا، كل واحد عايز يبقى انا النجم انا الساطع وفي الاخر ما بيكسبوش. ايمن يحيى يشتكي من اصابه مش عارف اذا كان عنده شد واصابه، سننتظر لجناح الايمن. طبعا لويس ايمن يحيى اتصاب، يخشى من اي موقف مثل هذا. اوه خلفيه مسك خلفيه، شكرا شكرا ما فيهاش. في افضل احواله بدون نقدم بس كده عشان ايه الملخص ما يكونش طويل، الاصابات دي بتاخد وقت. خرج ايمن يحيى ونزل غريب مكانه. هنا مين؟ مترو، لو على مترو فيتش هو هو السفاح يا جدعان اللي ما بيتغيرش، اقسم بالله يا جماعه ده مجنون، ده ما بيتسابش لوحده. ده مين اللي عمل الاوفر ده؟ لودي بس اوف سايد يا عم. ايه يا عم يا عم ده نايم في الاوف سايد، ده نايم في الاوف سايد يا جدع. بس بص التوجيه بتاع متروفيتش، التوجيه بتاعه عامل ازاي؟
تاليسكا يا ولد يا ولد يا سافيتش يا عيني يا سافيتش. سافيتش شايلها ازاي؟ لا وعلى سافيتش البركه للطويل والطول. اوي 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 لو عدت يا سافيتش. هنا غريب غريب غريب. ايه يا سعود؟ لا يا سعود لا يا سعود لا يا سعود. الدون يا جدعان الدون يا جدعان. معلش مع كامل احترامي بس ده قدوتي وقدوه كل الناس. يعني بحب رونالدو جدا. سعود يعني مش عارف اقول ايه بصراحه. يا سعود مش كده يا سعود، ده انت رايح روما يا سعود. مش هتقابل عبد الرحمن غريب هناك يا سعود. ماشي. هنا كنترول. لا يا سعود لا يا سعود لا يا سعود. سعود 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 رجلي وقفت اصلا على الارض. سعود رجلي وقفت. الواد عمل فنت في ثلاث فنتات ورا بعض كده. خلى سعود يدربك. ما هيطلع لبره ولا هيكمل؟ هيطلع لبره ولا هيكمل؟ فيعني لا شابوه شابوه غريب بصراحه. عاش غريب. اوه يا كولوبالي اوه يا كولوبالي. لا هو يا كولوبالي كرة معدية من جنب ال فاهم؟ مش عايزين نقول من جنب ايه بس عادي. انت شايف بقى كل واحد ليه عينين. خلاص يا عم هنقدم نقعد نحتفل كتير. انا ميتروفيتش ضرب اوتافيو. الشوط الاول خلص. تعالى بداية الشوط تاني. يا ميشائيل مالكم مالكم. يا لهوي يا لهوي يا لهوي على متروفيتش. سواد مالكم اللونج باص عامل ازاي؟ هنا ميشائيل ميشا اوه ميشا 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 ميشا. اوه يا حسن يخرب بيتك يا حسان. ما بطلعش ده خيسوس هيطوشك الامان يا حسان. سوس مش قايل يا جدعان مرعب. يا جدعان يا جدعان اقسم بالله مرعب. مش عارف ده ازاي هيمشي الهلال. يعني مش عارف هيمشي ازاي. مش قايل شاهد بيصنع فرق في كل الماتشات اللي بيلعب فيها عامة. تخيل ده كله الهلال وما بيلعبش معاه نيمار. متخيل؟ صراع بين الثنائي السابق في نادي الشباب. اوه 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 الحق. لاعب في الهلال ولاعب في النصر باسماء مثل الشباب في خيباري. واحده من المشاكل اللي تاثر فيها الليث تاريخيا تخليه عن لاعبي عن نجومه. ايه اللي حصل؟ لو حافظ عليه فتره اطول وكان في دعم اكبر يعيدون لنا روح الشباب وقوة الشباب وتاريخه. هذه اللقطة اللي كانت لا لا اللقطة مش حلوة يا خيبري. وعبد الله ولا مين؟ اللاعب سيستأنف. ماشي هنقدم بس كده الحاجات دي. كوليبالي سيرجي بالكنترول جميل. سافيتش يا عيني يا سافيتش يا عيني يا سافيتش يا عيني يا سافيتش. لا 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 شنب. اقسم بالله شنب بجد شنب شنب. ده خارم الدفاع من قلب الدفاع. يا لهوي شنب بجد اقسم بالله. لا 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 سافيتش وميتروفيتش الاثنين الصربيين. يا لهوي من قلب الدفاع اقسم بالله من قلب الدفاع. خرموهم خرموهم. يا لهوي على الرضا هيجنن. لويس كاسترو روح بقى دفاع روح على ال1 2. بص 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 سافيتش هو اللي بدأها الكنترول. بص ال1 بص تو. لا 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 لا. اه سافيتش اه سافيتش سافيتش سافيتش. لا لا ممتع سافيتش ممتع سافيتش ممتع. الهلال اه يا الهلال فتح له قوي. روح على 1 2 يا جدعان. ماشي يا شنب. هنا في مرتده ده واحد واحد في الدقيقه. الجون جاب في الدقيقه حاجه 50. ميشا ميشا وامريك لابورت.
ميشا ميشايل هتعمل ايه؟ ميشايل ميشايل وقت مش ايه الخفيف في حتة انك ترجع تعمل فند وتروح تاني في نفس الاتجاه عشان تعمل اوفر تخلي المدافع غصب عنه ما يقدرش يتحرك. يعني امريك لابورت وقف اتمسمر مكانه. كيف يفتح المساحة الكرة بتتحول والرأس سر الوضع عالي يا جامي عامل ماتش حلو كسبان كذا التحام هوائي قدام متروفيتش فبصراحة بتحس بالعائلة جامي. نمير روبن نيفيز روبن نيفيز روبن نيفيز يلو يلو يا جدعان يلو على الاتنين مجانين دول اقسم بالله الاتنين مجانين والله العظيم الاتنين مجانين. بص روبن نيفيز والاوفر بص مترو فيتش والتحرك والارتقاء والفينش وبص الهيسوس هو ما بيحتفلش عادي ما انا كسبان يعني ما بيحتفلش خالص ده جول 2-1 ليك وعادي بقول لك عادي يا باشا انا معتاد على الكلام ده. رتب الكلمات في جمله مفيده بس الجمله حلو قوي تصدق جمله حلو قوي مفيش اوفسايد مفيش اوفسايد مفيش اوفسايد بس الاوفر من روبن نيفيز رعب يا جدعان اقسم بالله رعب اللي عامل رعب لكل فرق دوري روشن رعب تيشيرت الهلال الجديد الحق عايزين يا جماعه تيشيرت الهلال الجديد يا جماعه. كريستيانو رونالدو في حديث مع الحكم بينتو في هذا التوقيت حطها في اليسار ده مين لودي لا يا لودي انت كده تروح يا لودي الحق مش هيلحقها العب يا مالكم بتبص عليها مالكم سافيتش فلوي لا 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 اوعى الدفاع الدفاع كل واحد بيتفرج الدفاع كل واحد بيتفرج وبرضه خيسوس ما بيحتفلش فهمونا يا جماعه بجد ما بيحتفلش ليه؟ ما بيحتفلش ليه انت كسبان 3-1 لغايه دلوقتي ما بيحتفلش؟ لا اوعى الدفاع كل واقف بيتفرج بص الحق رونالدو رونالدو هيجنن هيجنن والله بجد من اللي بيعملوه بص الدفاع كل واقف في مكانه بص كل واحد بيتفرج انا سافيتش عامل نفسه ان هو هيشوط بس اتنين بقوا نفسهم بص مالكم لا 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 دفاع مالطي يابا دفاع مالطي يا باشا يروحوا كلهم كل الدفاع كل خط الدفاع ده يروح بدري بدري ايه ده ايه ده في النهايات والنصر شوط ثاني بقى في غرفه الملابس لم ياتي الى ارضيه الملعب ولا اعلم لماذا لكنه بقي في غرفه الملابس بيهزروا بجد بيهزروا لا 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 بتهزر 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 ده الحارس الجديد ده صح؟ ده الحارس الجديد؟ لا لويس كاسترو يروح بقى كفايه عليه كده بصراحه كفايه عليه في النصر قوي يلاقوا على النصر يلاقوا على النصر 4-1 في حوالي كام من الدقيقة 59 ل 71 ما كملناش 12 دقيقة بالظبط 12 دقيقة خش فيهم أربع تجوان لا 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 بتهزر بتهزر لا 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 ده فضيحة في النصر فضيحة والله والله فضيحة فضيحة مهارات فريدة من نوعها ومالكم تأثير قوي للغاية ومالكم يصل تقريبا أو يقترب من السوبر السادس في مسيرة يا عم كاسترو كفاية عليه كده بصراحة مع النصر أدائك مفيش 200 جنيه بأمانة هي الأصعب إذا استمرت بهذه الوضعية مش عارف تيشيرت الهلال شكله جميل الأبيض ده ده لابس تيشيرت الأبيض بتاع الموسم اللي فات خلاص خلص الماتش خلص الماتش انا حابين نقول الف الف مبروك لكل جمهور الهلال هارد لك لجمهور النصر يعني كفايه كده بقى بس بقى حاجه تقول لك اي فيديو جديد واشوفكم الحلقه الجايه السلام عليكم.